أنتم تسمعون في البينك تايع مع فرة حميدة على EFM و MTH Sports. شباب أنتم تسمعون تتفرجوا في البينك تايع على MTH و EFM أحلى غاديو. رجعنا لكم هوني القاعدة حليت ظهر لي أكثر بطاطا وليه ولا يا أخويا هاو الرف شي بليش كراها بيتير وانا ليه الكراها بيتير أخويا في فرزة والتحقوا بينا مالك ميجري ومروان دريدي دي بيلوت دو دريفت وينسا معانا زيدا مونسر رويسي بريباراتور متاع كراها مونسر كرونيكور انت في بريد مع صديقنا وحبيبنا وائل بيجي. شنو الفرق تحس هكا فما فرق متاع امبيانس متاع وقت الامبيانس ليه هي بيدا ما جوست البلاصه البلاصه سامحنا هو يسرق حتى البلاصه حتى انتوما الاولاد كان استقبلكم وائل بيجي في الميسيون متاع ايبري. تحيه ليك وائل بيجي تسمع فينا. فاطمه بلاصتها هوني مونسر هكا ولا فاطمه خويا هاي تبع فينا هي داير في اللايف. اهلا وسهلا بيكم مروان خويا مرحبا شنو حوالك؟ الحمد لله لاباس. مرحبا بيك في البينك تاي حميلك صديقي خويا. اقرب شوي الميكرو قرب شوي الميكرو هذم راهو هذم جماعه الدريف قال وائل مالك صديقي مره اخرى مرحبا بيك في البينك تاي منصر انت زيدا كيف مرحبا بيكم الكل. خلنا نبداو ساعه نتعرفوا عليكم وعلى الباركور نتاعكم كيفاش بديت حكايتكم مع الميكانيك ومع الدريف. نبدا بك انت مروان. حكايتنا بداو كيما اي مغروم بالسبور ميكانيك واحنا صغار ما بربشو اي معناتها فما حلم واحد لازم يحقو الغرام بدأ بشوي بشوي لين توجدوا لي مويان الحمد لله. اول مشاركه لي كانت 2018 كنا بتبع ديما واحد من الاول ما يبداش بالقدام الحمد لله. سيزون 2021 كمل دوزيام في الشامبيونا اي بارفي وان شاء الله السنه الشامبيونا مازالت واقفه توا فما شويه مشاكل ان شاء الله تتفضى بيانتو ان شاء الله تتفضل ان شاء الله نشوفوا الناس الكل ملمومه كالعاده في لي ماتش نتاع دريفت. مالك ميجري ليسبوار المستقبل نتاع ان شاء الله نتاع الميدان كان يخليونا ان شاء الله علاش ليه 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 تو ديما فما حلول ديما ثم باهي معاكم مالك ميجري 23 ان بيلوت بروفيسيونيل دو دريفت. بديت دريفت توا عندي بريسك 2 ans هكاك هاي الغرام اللي انا صغير من هبط من كرش امي عندي فولون هذيك حاجه اكيد وبديناها معنا بالاكس بوكس وبالبلاي ستيشن دريفت لين نيد فور سبيد نتصور هذيك حاجه هذيك حاجه خوان كهرلي والغادي قال لي نيد فور سبيد مش لعبه معنا حاجه بلاصه كل حاجه بلاصه فيكتيفمون هكا هو اللي شريت كرهبه. بون كنت نصور نورمال العباد الكل تعرفني ام ام برو كنت نصور للكراب معناها للدريفت لين شريت كرهبه سهل ربي ودخلت بها للشامبيونا وكاو طبعا ينفرع فيهم ان شاء الله يجينا لورانجي العظيم البي ام لورانجي لو 30 اي منصر انت ظهر لي عمره ما تسالك سؤال هذا في البلاتو وقتاش بديت تحضر في الكراب وقتاش تغرمت بالدريفت وقتاش سورتو بديت تحضر في الكراب نتاع الدريفت. انا بديت نحضر اول كرهبه هي كرهبتي انا كي كنت صغير عمري 18 سنه كرهبه الحاجه عملتها قصيت لي شابون والمرميته وكل حكايه لكم الحكايه دو باز معهم. ومن بعد طلعت نقرا في المانيا انا عملت ميكاترونيك انجينيور خدمت في سيمنز. شمعنى ميكاترونيك خلي خاطر توا جيمرز يتبعوا فينا عباد ممكن صغار سي سا لو سكري نتاع نتاع الكراب مع اي خاطر توا ما فماش ميكانيك معناتها لا ميكانيك اللي جيري باغ اون كارت الكترونيك اللي فما توت ان بروغرام ودي بارامتر يحكموا فيهم معناتها كيما عندك ان سيرفو ويدين وساقين وبدن لو سيرفو اللي ان تران دو كونترولي تو سا ميكاترونيك معناتها لازم تكون عندك نوسيون تاع ميكانيك انفورماتيك والحكايات هذوما الكل اللي هي ميكاترونيك اللي هي ميكاترونيك بغيف دونك انا حليت كراج خاطر على باز وقتها عندي كرهبتي حبيت نحضرها ما لقيتش وين نجم نحضر كيما نحب انا يا اخي وقتها جاتني فكره باش نحل كراج وحليت كراج وهبطت الماتيريال نتاعي وكي بديت نخدم الكراب يظل لي 5 كيلومتر الاولانيين خدمتهم قبل ما نحل الكراج معناها سمعتك سبقتك خلينا نقول لا خاطر سبور ميكانيك خاطر سبور ميكانيك دريفت انا او الكهرباء دريفت حضرتها منصر خلط ديجا على البريباراسيون نتاع لو غال ياسين لو غال نتاع ياسين لو غال خلط من الاول على كيما تران اون مارش من الاول الموتور الاولاني اللي هو فما بخومي موتور الى تي ما تربناه سا نا با مارشي بعد شديت الموتور الثاني ليه مش معناتها غراس ا موا معناتها كيبا كامله معناتها ومن بعد الموتور الثاني دو ا زيد مع بيان سور احمد ووليد بويطه والكيب كامله اوتلوس ومن بعد جات لا فاموس كرهبه خليل
لا 700 شوفو هذيك لا بريباراسيون دو ا ا زد معناتها 700 زيل راه يحكي مش صاروخ معناها واقف عليها اوتوتيك معناتها لا بريباراسيون دو ا ا زد بيان سور مع بوعيط وشماعه ولا وتلوس وعامتها وقتها هبطنا زوز كراب كرهبت لوكال وخليل معناتها هزينا كل شيء اللي يتهز معناتها بروميير ودوزيام بلاس وحتى معناتها لعبنا البر ريد بول ربحنا لعبنا البر في تركيا شامبيون دو موند مع 18 بليت طلعنا كرهبتنا اللي هي حاجه مره كرهبه زرقاء اللي هي ياسين لوكال وقتها كاتريم بلاس كاتريم بلاس مونديال مع 18 بليت الاخرى كي طلعنا الكهرباء رانا مخلصين تاكس دو فواياج ومخلصين حكايات مصروف معني ها مصروف لي علاش جبت كان على التاكس دو فواياج هو مصروف معناتها رانا مشينا لعبنا باسم البلاد معناتها ورينا كمان ما لعبناش باسم ياسين لوكال لعبنا رانا نقدموا في بلاد تونس معناتها ان روبريزونتون من البلاد وما عندناش معناتها وزاره و وخليني نطمنك ما تعليش قلت لي حكيت جوس على التاكس دو التاكس دو فواياج اللي فيهم كلمه تاكس معناتها اللي وراها الكلش معناتها باش نطمنك ونقول لك اللي نفس الحكايه تعاودت في الجيمنج مع عبيد مشي وين نلقى لوكازيون وين نلقى لوكازيون باش نعاود ونقول اللي يلزمنا نعاونوا العبيد احنا مثلا هذا كل ما وقفناش ما حبينا نوريو اللي راهو فما عبيد يستاهلوا المعاونه ويستاهلوا التقديم والكل في الجيمنج وفي السبور وفي معناتها عندنا دي تالون في تونس كامله في اي دومين واضح واضح تحيه بالله تحيه لامين بن مسعود فكرتني على حكايه التاكس وقتها طلع على التورنوا نتاع هارتستون بفلوسه هارتستون بفلوسه ومشي ويمثل في البلاد وربح معناها هز الكوب دو موند كوب دو موند في جو شامبيونات دو موند نتاع جو وما تلفت له حد ومعاونه حد وما خرج وحد خرج وحده صرف وحده ولا هي ظاهره تونسيه فينالمون لو ميريت يرجع للي هو مش للبلاد بعد وهذاك اش قاعد يصير في كل دومين تاع في تونس تراديسيون في تونس حسيتها هكا خلينا نحكي وسسبنس خلينا نحكي وادرينالين إنه أكثر كورس قعدت لكم في الذكرى نبدأ بيك ملك كورس نية معناها أقوى كورس أكثر كورس قعدت لك في مخك ما تتنحاش دريفت شامبيونا في دريفت في جيمس دين هو وبروسكي وقتها في الليل هرب الجيمس دين أنت ملك أنا سري أنا بهي معناها وين نسوق ولا نتفرج معناها في التوانسة وانت تسوق وانت تسوق وين نسوق نجم تقول آخر ماتش خاطر هذيك أول ماتش نلعبها في كارتاج هذيك أقوى ماتش لعبت اللي تسمى حتى فيها تروازيام معناها ندهدة ولا أول تروازيام نحطه في حياتي وقتها غادي لا والبريباراسيون خدمت كمان أي أي بيان سور أرسو ولا كومبيني والكومتور قويز مروان أقوى ماتش الأولانية 2021 الكرهبة قاعدة تحلي 5 سيلندر وانا وقتها حاطت الكل معناتها شامبيون اول مانش يزمني معناتها يزم قلع بوانيتي قلع بوانيتي من الاول ساقي بالرابيل باللومبرياج معناتها من غدوه صبحت كورباتوري وكيفاش قعدت معناتها مركز مع السيركوي وميم طون معناتها خايف من الكهرباء لا تزيد معناتها تطيح لي الحمد لله تروازيام بلاس وقتها قلعناها الحمد لله تروازيام بلاس منصر هنا اكثر كورس بون مش انت اكثر كورس اوت لوز خلينا نقولوا قعدت الفينال نتاع ريد بول الكهرباء كانت عندها مشكله كانت برشا عباد ما في بالهمش الكهرباء كانت تسخن واحنا في الليميت نتاع الموتور فاند في نتاعو وقتها الكهرباء لو قال التحيه ساعه لو قال الكهرباء سخانه فوق ال 120 وهو نازل للطوله احمد وليد وقتها يدعي ربي الموتور شال يشد روحه ومن بعد تو الموتور ما عادش عنده لا يسخن لا حتى شيء كل شيء تريجل سامحني تريجل خاطر الكولاس نتاع الموتور القديم نتاع ملك مجدي تحية للعالم بعضنا واضح منصر تو الرسمي تو اخويا الادرينالين كنت تو باش تحضر لنا الكهرباء ان شاء الله باش نشوفوا لي بيرفورمانس نتاع لي بيلوت دو دريفت اللي حاضرين معنا اليوم مالك ميجري ومروان دريدي عرفتهم في البطوله التونسيه نتاع دريفت داير في البطوله التونسيه تاع دريفت اخر مانش كي بدي كي خرج ياسين باش يجري منصر ما يتفرجش يقول لي انا الكورس نفهمها ونعرفها ونعرف في الموتور فوالا يسمع في الموتور يقول لي نعرف لو قال شو عمل ما يبتبتش لو قال ما يبتبتش اي نزله بركه على الاكسيليراتور و كان بتبتش كيف المشكله بيراو ليه ليه تبارك الله عليه منظر معناه يتفرج في كورس من غير ما يتفرج فيه اليوم كيما قلنا باش تتحديوا بعضكم ميلك ميجري ومروان دريدي ومنصر هو اللي باش يحضر لنا الكرهبه العظيمه ما نعرفش شنو باش يختار ما نعرفش حاضر ما اختار الاختيار اللي اختاره هو كارونسي دو جي زيد معناتها سي بون معناتها
اقوى كونفيغ نجم يعملها اقوى كونفيغ نجم يعملها اي معناتها الكهرباء اللي بريباري عندك كوبينيفيتي هابطه الموتور دو جيزيت خلينا نشوف ساعه راضين ولا مش راضين احنا ما نعرفوش خاطر المره باش نجرب المره باش نجرب مش راضين نحب 30 مونستر نحب 30 ولا 30 مشكله كيما قلت نذكر الوليد اول مره باش يجربوا الكيت هذا نتعديو توت سويت للتشالنج تشالنج فايت. هاي شكون فيكم باش يبدا؟ تحب مروان هو اكبر مني مش مشكل تقدر وانا تقدر وازي وازي مالك مالك انت تحب انا اوكي هاي ولا فروت زويز مش خايف فروت زويز شكون فروت شكون زويز انا زويز انا زويز انت زويز مروان فروت على مرة برك شيلا فورمي هو انا فروت ايه كيف اسمه نقاش بيزنطي يلا مازي ملك حاضر الكهرباء عزيز انت اجا من هنا في بلاست ملك هو شو راه باش نفسر لكم لازم نلعبوا بنفس الكهرباء نفس السيركوي باش نجمو نقارنوا باللي بوان هكا ولا اوكي انا نقول طبس عليه طبس عليه في الميكرو طبس كب عليا بابي جاي كب عليه انا نقول ناتي معناها حاجه بيدي فما معناها جبل مونتين كيما بتاع شبابنا كيما بتاع شباب معناها بالرسمي كاسكاد فيه ولازم تقد روحك بالحق معناها كاسكاد بي حط لنا السيركوي هذاك منصر احكي لنا شويه على الكهرباء الكهرباء نشوفوا الاكران شنو فيها خلينا نشوفوا الكهرباء فوالا تاو باش نمشيو نشوفوا السيركوي اونتر تو انت منصر خلينا نذكر العباد اللي قاعدين يسمعوا فينا سور انتين تنجموا تتعدوا وتتفرجوا فينا على الباج فيسبوك نتاعنا راديو اي اف ام ولا نوتر باج فيسبوك ميديا تالنتس هاب تلقاونا كيف كيف على يوتيوب راديو اي اف ام وكيف كيف على تويتش البينك تايح منصر الكلمه عندك هنا نراو فيها الكهرباء لا او 46 من قبل ما نبداو منصر في ساعه الكهرباء شنو؟ الكهرباء ساعة بي ام شاسين تاع بي ام أول حاجة الموتور نتاعها دابخي اللي قال لي شو اسمه راهي دو جي زيت سي الموتور تاع تويوتا لو فامو دو جي زيت سي ان موتور اللي هو موتور جابوني وقت اللي كانت لي جابوني الكل ليزون بريدي لي موتور نتاعهم 280 شوفو توت ان فيزون ان موتور فورجي معناتها الموتور هو دوريجين فورجي كلمة فورجي تخلينا احنا لي بريباراتور شو نقولوا ونجم نحطو تيربو كبير وبريسور كبير ونزيدو انجكسيون ونجم معناتها الموتور هذا خارج 1000 شوفو عادي 1000 شوفو عادي ومنصر عينيه يلمعو ان شاء الله نهار تخرج لنا كهرباء 1000 شوفو يلزم معاهم برشا دولارات برشا دولارات ليه ليه واضح يلا شكون يعطي ستارت حط الكاسك حط الكاسك باش نجم تسمع الريتور نتاع الجول مالك عامل دومي تور على بلاستيك وورش عامل دومي تور اي سيزيام وتنزل رد بالك فما في الرومبون حارسة يا الأخوان انت خويا باش تكون في التعليق مشي بالباليسكي اقرب زيد اقرب شويه الميكرو اخوان فوالا بارفي هكا كاي مالك ركح بريميرك وكونتر براك الفولون تاعك وارجع دور للجبل نمشي للجبل اي معايا التالي نعمل دومي تور ونرجع التالي اوكي اسمع حط الكل دشتر الدوره تاع الدور واحد هو شو مالك راه ما لازموش يحكي دونك بعد شويه الميكرو فوالا باش ينجم يلعب مرتاح بعد شويه الميكرو ذكر العباد زاده اللي قاعدين يتابعوا فينا عندنا ان كيت هوني جابوه لنا اخوان اخوانيتو الجميل مليك الزمارة الاخوان ليه غاديك باش كمل بشتابت فوالا بشتابت السيركوي بدير بدي السيركوي فوالا السيستيم دو بوان هو سيستم دو بوان في الكورس هذه شي سيستم دو بوان معناها يربح دي بوان بالدريف لا 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 جوست ما شكون باش يعمل خير في السيركوي هذا شكون باش يعمل اي ما شكون خير شكون يحكم شكون باش يعطي نوت نصور مونستر فاهمني كان باش نقول لك معناها بستيل واحد كلوز تو وول معناها فهمت بوانيت تاع كلوز تو وول اقرب للحيط انا تمنيت كان فما تاندمينغ معناها كان جو تضرب التاندم هو نورمالمون كيفاش لازم يكونوا فما تشيسر صح لا لا ابار الدويل حتى واحد وحده فما تحكيو بكلام ساهل الاولاد خاطر يتابعوا فينا شباب فما تراجيكتوار فما تراجيكتوار اسمها تراجيكتوار دو كاليف اللي يبدا فيها مثلا وين يلزم الكهرباء تتعدى ومن بعد يدخل فيها الفيتيس داتاك لونجل دو براكاج وقداش تقرب للحيط وكل حكايه هذوك الكل فهمت والدخان والبيسونس والحس والكل الكونفي كامله معناها نتاع الكهرباء حتى منظرها زاد اكزاكتومون يلا منصر خويا انت الكوميسير نتاعنا اليوم في البينك تايح خوان انت في التعليق يلا ملك بسم الله
ذكر العبيد اللي قاعدين يتابعوا فينا سور انتين اللي احنا قاعدين نلعبوا في لعبة اسمها فورزا هورايزن. اللعبة هذه جو متاع كراهب جو تكورس. اسمع اسمع عم دمي تورو مش مشكلة ماهيش سهل. نذكر زيدا اللي الولادة والمرة يجربوه الكيت هذا. نيرفوز الكرهبة نيرفوز الكرهبة سي نورمال سي ان بي ام تاك تاك في الفوسي. هاي فما وجيت في كيس فوالا فما ريسيت يال الحس صحيح الحس اي لا 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 بتاع دو جي زيد ما عرفش دو جي زيد هذاك من غير مرمي سنترال ومن غير مرمي مسيب ليني ديريكت كامله و تاع الجيران حومتي كلها. ماهيش سهله جمله بالرسمي. هوني مالك ميزري لو دريفتور تونيزيان واحد ظاهر فيا هو سيد قالك قالك نيد فور سبيد ماهيش لعبه نيد فور سبيد ماهيش لعبه صحيح. قال لك اعمل دومي تور ولا برا ميسالش مش مشكله اي حد ما راك مالك ماجري ميسالش مش خايبه مش خايبه مش غيرك بالنسبه لاول مره راه تسمى حاجه باهيه حاجه باهيه اي شد سلالومه تقول انت منصر سلالومه لا لا شد سلالومه باهيه شباب مالك صرفت ثلاثه كراب صرفت ثلاثه كاروتي زين مالك تعرف ليش تعد الحسين نذكر العبيد اللي قاعدين يسمعوا فينا في فيم في كراهبهم تنجموا تحلوا لايف فيسبوك على الباج متاعنا غاديو اي فيم والباج متاعنا ميديا تالنتس هاب. هوني قاعدين نلعبوا في لعبة اسمها فورزا هورايزن 5 سي ان جو دو فواتور سي ان جو دو كورس متاع دريفت. وهوني عنا ان دريفتور تونسي مالك ميجري ان جون نحى الكاسك مالك نحى الكاسك شمر يديه مالك ميجري دي تفهم في الكونسيبت. الشجره هذيك مش داخله في اللعبه راه نجمش نرجع كيس عملت قصه على طول لا تلوج على كيس انت هكا اي لوج على كيس لا يصبر في الشجره هو كشاف الكرف فما فتره تعمل ريوايند معناتها توخر هاي اللي يحبها السيربي على السيربي ديما ريوايند فوالا. هوني مالك ماجري بليزو مو اخذه شويه الهف على ولا بالرسم بليزو مو اخر على شوف تعرف شنو هي المشكل اللي بالرسم نتصور مالك نتاع يعامل فيه كابيترون فهمت البطولة في فهمت كي صحر مش معاملة متاع 900 زيلة فما كابتور فما كابتور نتاعو مش قاعد يخدم كيما حكيت طونك الكرسي مش قاعد يتحرك ممكن الاكسيليراسيون مش قاعد يحس فيها هي حلوة ياسر كاو اسمعك اسمعك تفشى مشكلتها نخسف رمى ايدوليك فما فما البولون نتاعها من لوتك بسها باه تشد بلاصة فوالا هكاك اسمعني نخسف رمى ايدوليك انا برجوليا معوض بالكلاتش معناها جست عباره شفتر وكلاتش خاطر نفسه باش معناها تنزل كلاتش تشجب الفرامه معناها كربطهم ببعضهم ليزون ولا اللي سهل هو اون فيت كان جيت فيها مكياس نتصور خير واسهل كياس تحب تحب نبدلو عزيز تحب عزيز فلا فلا انا شوف عندي عندي كياس اللي حتى الاولاد كي نبداو نتعلم مثل عبد خل جديد الكوميونيتي فالون كل نحطو معنا في كياس تحطي كياس حطي كياس كبيره نتاع مطار انت مرتاح صحيت فوالا لي لي مش بيس كبير حط لي كياس وكا هاو كي معناها كياس ستريت حومه ستريت حومه معناها حتى كي يصدم على مين يصدم في دار مش يطيح في فوق تحط له رومبون وكيوسك احكيوا احكيوا في الميكرو ولازم المادة بيضة وحمرة الوليد نحكيوا ما نحكيوش مع بعضنا وكل واحد يحكي في الميكرو منصر فازي وبوبيلة خضرة بلاستيك بوبيلة خضرة ورامبوان فيه ما كتعرفوا رامبوانات حس روحوا في الحومة تشوفوا ولا حتى انا اخوي مون بليزير ما دوم يعطوا مون بليزير الوليد تبليش بالحكاية توا اخوان اخويا اوكا حط لك حومة كنت فرجوا فيها لو ذكره ما هذاك تيست لا يموتوا للواقع بيصير عندك وراك رومبوان اللي قدام ما نحكيوش مع بعضنا الوليد بسم الله هوني اخوان هوني تبس على الكاميرا فوالا يلا في ستريت مالك ميجري لو دريفتور تونيزيان لو جون دريفتور تونيزيان سي هوني هاو توا لقى شويه لي روبير نتاعو. دونك لعبتنا هي فورزا هورايزن 5 سي ان جو نتاع كراهب نتاع كورس نتاع دريفت. هوني عندنا في البلاتو في المباشر نتاع في المباشر في البينك تاي عندنا
ان فولون دي بيدال عندنا الفي تي 7 عندنا لو بريباراتور نتاع الكهرباء منصر رويسي عندنا لو دريفتور التونسي مالك ميجري زيد شويه باش ياخذ بلاصتو مروان دريدي باش يعمل بيرفورمانس ونعاود نذكر زيد العبيد اللي راهو الاولاد اول مره يجربوا الكيت هذيا يلا مالك مالك سي بون مالك سي بون مالك شي خليني بعيد لحظه خليتوني بعيد خليني مالك شو اللي يستريمي مش راح يستريمي مش فوق لك البوبليك راه خوان يلا مالك مين يجري نعطيوك بضع دقائق نعطيوك دقيقتين اخرين وياخو عليك مروان نضيفة ياسر الدورة نضيفة عندي عين يا لطيفة مش نحاربوا بيك فورا عليه الحرب اخويا بيس راك اشترافي مريولي بيس انت مش مبايسوا بيك نو امشي اسمع امشي لك البحر تولي طعوم راك تذكروا الكود تاع جي تي ايرويز اما والله هي راهي عباره ريال بالرسمي راه والله يا اما جوست كيما قال لك مونسر كيما قال لك مونسر لي ريفليكس لازم الفيران نشوفين عملاك في ريال قول لي نشوفين عملاك ما عندكش الحق تعمل هكا في الدنيا هذه هي زي ما حبش سايب الحشيش الكهرباء هذيا قول انت اوترونت خويا نحب اوترونت اعطيني اوترونت ليه شو حاط جويني من تاني فاضي حط الماجري شباب احنا اخوان هوني في المكسيك قلت لي اي مكسيك فوالا واسمك اخوان وفي المكسيك جونا به على الاخر هوني في البينك تايم نتاع فرزه هاي 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 عندك روتار تعرف ليلي تحسش التو مازال نازل شو الوين مازال نازل ما يزمو فرامار انا نعرفو التفحيط دخلنا في الفرامار تخلي يفلح تو نجم نعطيك كونفيك حاجة مروانا نتاع فرامار او في اللومبرياج معناها جوست اللي باش تعوض لومبرياج بالفرامات فهمت كيكا تسهل على روحك هذيك تسهل عليك فهم حاجه يا عزيز اللي نفسانين تشوف الفرامات ترتاح اي والله الكرب كلها معناها ترتاح معناها يلا شباب تو باش نقلبوا مالك ميجري بدع بها هكا لو 46 كيما حب فوالا مروان دريدي باش ياخو بلاصتو مروان كيف كيف انت اول مره تجرب الكيت هذا يا اول مره فوالا تكمل تلعب بالكهرباء هذه ولا تحب نبدلو نبدلو ما نضيعوش الوقت ما نضيعوش الوقت ما يزيدش يلا باش تبدل الكونفيغوراسيون ودي فوالا هوني عزيز باش تبدل الكونفيغوراسيون باش يولي البيدال نتاع لومبرياج هي اللي تعمل الفراما هكا ولا فوالا باش يبدل الباراميتراج نذكر اللي في لعبه هورايزن فورزا هورايزن 5 قاعدين نلعبوا في سيركوي في المكسيك في المكسيك داير لي بيزاج كان يحكي عليهم بكري اخوان باتاتا ظهر لي هنا نراو فيهم نراو في لي ديتاي نتاع كل حاجه الموفمون نتاع الكهرباء كي تدخل في الحشيش الكهرباء كي تدخل في بارير معناها بالحق ريال معناها رياليستيك برشا الشوك نتاع الكاكتوس والشوك نتاع الكاكتوس هاي هوني منصر في اللعبه هذه راه حتى ريتك تبدا تصب مطر ولا ماشي في الطبعه اللي تخاص بالديتاي كل شيء بالديتاي ما حتى لا ديروس تبدل ما عندكش حق حتى تبدل معناها الطقس الطقس اي وبكري منصر قال لنا حاجه اللي هي مزيانه برشا اللي هو صوت الكهرباء بالحق انا منعش انفلونسي بالدوني الاولى من الاول اللي هي فادي فوالا هكا نسمع في صوت الكهرباء فوالا ميسالش اول بارير ليك مروان ميسالش والله بديها مريك العالم شد مليح ولو يا اخو لي روبير نتاعو فوالا انت منصر عاوننا اخويا من غادي شويه سوبر هذيك العاده او بواتا ما بعدنيكش برشا على الجراج ما لازمش نخرج من مالك وخر وعطيه وخر وعطيه وخر سيزيام جيبوا ليك مروان ولا كيفاش عدي سيزيام وانزل فوالا بارفي فما حاجه لورايا ميسالش ادخل اخرج من اي بلاصه يمين نحاول ارجع يمين واخرج من غادي فوالا يمين نيوتن متر كوب عندك باش تكركر نقل بهم دار تكركر وجبل كل شيء وهما هوني لي كونفيغوراسيون الكل مجعولين للدريفت مش حتى هذا لا لا كونفيغوراسيون تاع الكهرباء هذه نتاع دريفت هذه نتاع عندي كرام نتاع دراج عندي كرام نتاع كل واحد الكونفيغ نتاعها تبدل سولون سو ميسليك البونتي لي ملحومه لا لا ها اوتو بلوك هذاك ما تصورش ما ملحوم تصورها بالليفون ملحوم
هو في الدريفت راهو هذاك الشيء ابهم بان يظهر لي تاع ما تعرف علاش باش تنجم انت دريفتي بالكهرباء من 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 الفيتيس اللي تاعنا معناتها نحكي مش فيتيس رابور لا نحكي فريمون فيتيس مع من 20 كيلومتر تنجم تقلب تنجم تقلب وتمشي معاك فهمت بلاك مونستر اون بلين اكسيون فيها سيرونس ما شي فوالا اللي بدا يطلع مروان تحس فيها بالرسمي ليتا تحس كان بالرسمي وانا ليه مروان ديبرويار خويا فولوم زي العراش فولوم زي العراش بسمعها شوي لا كان تحب البطاطا بطاطا تنقيزه بطاطا كبسلنا خويا الفولون لحظه بركه مروي لحظه بركه كبسه باش ينجم هو في راحته اش قاولك ملك ميجي فوالا ما خديناش تيمونياج نتاعك اش قاولك في والله اصلا انا توا سخنت الادرينالين طلع لي كاني برسمي قاعد نسوق برسمي فوارة يا ما حطوني في جبل من الاول ما تجيش حيله راهي ذيك تحطوا له اول حفره نفس ريحه لتانولكم نفس ريحه لتانول وانا زايد رحت نويت تانول يلا بطاطا اخويا صاحب المهمات الصعبه جي كوليكسيونير هاكا مروان يستنى فيك مروان انا ركحنا الفولون باش نخرجوا بوب فاصل قصير وهنا راجعين انتم تسمعوا في البينك تايع مع فرة حميدة على EFM و MTH Sports انتم تسمعوا في البينك تايع على MTH و EFM احلى راديو توا في التشالنج نتاعنا توا في التشالنج نتاعنا قاعدين نجربوا في لعبه اسمها فورزا هورايزن 5 معنا ان بريباراتور نتاع كراهب نتاع دريفت معنا دو دريفتور توينسا وعزيز ضيفنا في الساعه الاولى ومازال كيتعدى ورايا جوست توا جربنا كنا مع مالك ميجري جربنا البيست اللي في الجبل جربنا البيست اللي في الاوتورود خلينا نقولوا توا باش نشوفوا البيرفورمانس نتاع مروان دريدي هو زيد ان دريفتور تونيزيان انا في لي ميكانو تاع قاعدين يكبسوا في السوبر voilà تاع البواط عندهم زاد لي بلو قاعدين يبدلوا فيهم قاعدين يبدلوا في البلو يبدلوا في زاد لي بوبين تاع بو حسيت ما شوف لهم ايكيب مش نورمال ايكيب كامل مونستر ذا لي باتات هذيا باش تركروتيه معاك في الاوت لود ساي اوتو تيك باتات اخويا دبرني لك ستاج نتاع بي اف يو سي بون عزيز من غادي فوالا سي بون باتاتا جاونا به نجمو نلعبو سي بون بارفي نجمو تاو نبداو نشوفو الكورس نشوفو مروان دريدي فيش قاعد يعمل وهوني المطر صبت هوني المطر بديت تصب تشوفي يضحك منصر صبت في مطر هكا بيان سور هو راه اسمع الكهرباء بتاع الدريفت راه لازم تكون عندها الاديرونس باهيه خاطر برشا عباد فاهمين بالغالط صحاب الكهرباء بتاع الدريفت لازم بنوت خايبين وكهرباء توصل غالطه راه لازم كهرباء عندها اديرونس خاطر كي تهرب لازم ترجع ما غير بنوت راه بالراس من غير بنوت انسى بالحق تولي تشاسي وتولي تهرب الكهرباء هو الفايده اللي معناها مش لازم باش تجليسي الكهرباء لازم بنوت ميتين سي لو كونترول لازم شوف فما قطايع معينين كيما لوتو بلوكون كيما الكهرباء يكون فيها كوبل باش تعطي العجله تيلاني كوبل قوي فما الويس فاب زاد اللي مش موجود في اللعبه هو الويس فاب سي ان كيت نتاع غران تانغ خاطر لونجل زاد يرجع معناها احسن لونجل اللي هو الويس فاب تاعو احسن شو نعطيك فازه مثلا كهرباء نتاع دريفت محاضره دو ا زد تهرب بيك في الكياس كي تدور الفولون وتنزل لي نوسيون تاع الفيزيك الكل في الكهرباء نورمال تنساهم تهرب تبدا تخيب روحك انت هير ولا راه في كهرباء بيان بريباري تقعد تمشي راهي ترجع وتشد الثنيه ولا وي ما تهربش وكاروساج نيجاتيف وخير خدمه كامله هي راه باش تكون بروجي معناها كهرباء راهي بروجي وكل بيلوت راه عنده الكونفيغ نتاعو راه نتاع نتاع السسبونسيون دور لا 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 اسكو نيجاتيف مثلا رجل اللي كي تاخذ انت الرجل القدامي عاملين هكا معناتها بوزيتيف راهو باش تجري اكثر من اللي باش باش تكون عندها اديرونس فما شكون يحبها تكون ارزل كو تقدم القدام اكثر كل بيلوت كيفاه فما بيلوت يسوق اللوت اكثر من الفوق فما واحد يطلع الفوق ياسر يلوج لي تور دونك ما فماش كل بيلوت الكونفيغ نتاعو فوالا ما فما حاجات اللي دو باس كيما لونجل دو براكاج لونجل دو براكاج سسبونسيون لازم تكون معناها ماتور دي دو ايت ولا انت شنو الكومبيني معناها اللي باش يكون في الكهرباء تعالوا لكم يا جنب صحيح انا حاسك باش تروح للدار من بعد باش نمشي حسيت وسرح شويه مروان وصل للامازون هكا
اي صحيت مروان توا نقصف لاما مثلا اي قاعد يسامي برافو توا خل نذكر بالحق ان العبيد نحبهم يعيشوها الاكسبيريونس العبيد اللي قاعدين يسمعوا فينا توا سور انتين تنجموا تلتحقوا بينا على باج فيسبوك نتاعنا راديو اي اف ام وميديا تالنتس هاب قاعدين نتفرجوا هوني في في اون بيرفورمانس دو دريفت محليها برشا من عند مروان دريدي مش ان جون لا ما عادش جون دريفتور ان دريفتور تونيزيان كيف كيف بكري كنا شفنا البيرفورمانس نتاع مالك ميجي اون بي ام دبليو 46 ونخلي ملكي مش ملكي بلوتو منصر يكمل يحكي على الكهرباء شنو لاديرانس نتاعها توا خاطر سي ان جو انا باش نحكي على الموديل او 46 في تونس باش نحكي على او 46 في تونس العباد الكل تلوج على او 46 نظيف وفيه وفيه راهم وفيه فما خمسة كابيت كم شادين ماليهم رجولي ما معنى يا حي كانت عند ياسين وتبعتها وليت عند شو اسمه عمر بعد عمر زاد خذاها شي اسمه مش ما تبعتيش زديري توليت عند زديري وفما زاد موديل اخر برشا بيت لو جالي او 36 كوبي هذاك وفي هذاك وفي او 30 فما كان انت لو جالي والله عندي شلتي والله لا عنده بوبليك نتاعها مش منامه بار كونتر لو 30 توا في تونس كهرباء معناها رخيصه ما عندهاش قيمه لبرا وليت دخلت ليجوندير سورون لاج نتاعها سي وليت كلاسيك معناها كلاسيك عيطولي المولى اللعبه عندها قيمه مولا اللعبة وينو مولا اللعبة ترى اي هاي اللي هنا مولا اللعبة ليه مولا اللعبة باش يكور بيكم برو اي هذا نحبوا نحن نشوفوا جينا معناها خليني بالاخر بيه بيه ذا ستيغ التحق بينا تو بونسوار بونسوار متكلم ستيغ عسلامة لي سماتور ليه هذي حاجة حصرية أول مرة في التاريخ ذا ستيغ يخرج في برنامج إعلامي من غير الكاسك متاعو من غير الكومبينيزون متاعو ومن غير الكرهبة اللي بشي تستيها طلع ذا ستيغ شو اسمه ولا اسمه مالكي طلع أول مرة نوري وجهي في الأحلام مش مشكو بيكم لو تعملوا فيها أي برا ذا ستيغ ما يتكلمش عايشكو ذا ستيغ مره ستيك على اساس شو ماخر عمرها فازا مره بركه لحظه خويا ستيك كان تسمع فينا كانك تسمع فينا عندك حق الرد خويا ستيك كان تسمع مرحبا بك على السيركوي خويا ستيك قد روحك بركه ان شاء الله ان شاء الله هوني خلينا نشوفوا البيرفورمانس نتاع اخوان اي والله نظيفه خدمه ورينا ترى فما شكون ساعه قبلي ولا بعدي ليه فازي انت فما بعد هو يحب الاخرين هذا معناه لا سوريس سوريس فما انا التكركيره نتاع باش لانسي ما نحكيش مع بعض باش نجمو نفهم باش نجمو نسمع باش لعبي اللي تسمع فينا كيف تفهمنا ملكي في سعفستيك تحب رابيدمون تخو تجرب يلا مروان خوي اعطي الفولون الخوك الزين انا باش نفورهم توا ساعه البوتويت الكل البوتويت الكل باهي ليه انا في بالي باش نفورهم هما ما بون البوتويت ما يسالش مروان اي ليه مروان على خاطر مروان يعيش في الادرينالين عباره بالحق توا في كورس نتاع دريفت ذا ستيغ يلتحق بينا هوني مباشره في البينك تايا على اي اف ام احلى راديو وعلى ميديا تالنتس هاب يلا خلينا نشوفوا شنو نجم يعمل حاطني مع رابتر هنا ساعه ديجا يلا عندك بالضبط دقيقتين يلا مالكي نشوفوك دقيقتين وانت نجم تهزنا بهم الساعه كلينيتو يا مالكي عايش خويا ايواش ابشي نقز من القنط ايواش شباب احنا تو قاعدين تستي وقاعدين نجربوا في لعبه فورزا هورايزن 5 بالكيت فولون بيدال وفيتيس اللي عنا اليوم في البلاتو جو كيما قلنا بكري يقرب ياسر للحقيقه الوحيد اللي قلب الكاميرا انا ذا ستيغ نتاع الرالي نشوف ربعنا الحموضه قلت لكم نتاع الرالي نتاع صحراء نتاع صحراء حطوه في الصحراء ونسيوه شجعوه شويه بالرسمي يعطي الصحراء يلا الوليد ملكي هوني ظهر لي مطيح على ميلك عايش مو ميلك وملكي تمشي 360 بالحق 360 هاي الانتي لاج هذاك ولا انت ضربت الفولون سوبر رفرشي يلا اخوي بقالك 30 ثانيه ويخو عليك اخوان علمنا اخويا عزيز شكون عملهم هذول حاول ما تذلهمش ليه بالعكس شوف بالنسبه لي عديت من عمرك وانت تلعب من الاخر فما 8 شهور
موجود. فهم شوف غير هذا شوف أبار سارة وبالرسمي نيفو متاع دريفت بروفيسيونيل معناه بيلوت صحيح بروفيسيونيل أقل وقت برشة باش يتعلم من عبد عادي كمعناه أصحاب ستريمرز ولا قدر اللي قاد مثلا شد عبدي براكتيسي متاع 3 أيام 4 أيام باش يتعلم يعمل رومبو أنت معناه غدو ما قعدت فهمت مرة الأولى الثانية الثالثة خاطرك تاش معناه كريمايير تاش معناه ديريكسيون حطب ونفارع وزوزيدين ونخدم فهمت ما يهمنيش مهم اللي راهي باش تدريفتي باش تمروح خوان برا فك له البولون خاطر هذا سينا مش يسيبه لك راهو جيت بالكرهبة ولا ليش انت عملت جيت بالكرهبة وان شاء الله نروح لاباس لا لا لاباس 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 يلا يوسف استني بيه خوان نروحوا كل واحد خوان خويا هو البروفيسيونيل نتاع نتاع اللوبي هذه فورزا هورايزن 5 ان جو نتاع كورس ان جو نتاع دريفت يلا خوان خويا شوف انا برجو لاي باش ناخذ 10 ثواني باش نقول حاجه وزيرنا نحن مغرومين بالبيامات على خاطر في تونس ما وصلناش للجي دي ام كار واضح كان جاو عندنا جي دي ام كار مستحيل نسوق وعلى خاطر ولا خاطر القطايع موجود صحيح على خاطر القطايع موجوده خاطر هذيك الكار الوحيده اللي عندنا منها في تونس بروبولسيون ما ماهيش كي مرسيدس فهمت فوالا داير حتى في الشامبيونات على الدريفت الكرهب الكلهم في تونس تلقاهم الكلهم سي دي بي انا واحد من الناس نقدر كولتور جابونيز من تاكومي كار لي ا 86 اول كار دريفتت في العالم وفهمت يقعد كولتور هذيك وواحد من الناس باش نختار كار من فيلم فاست اند فيروس اللي هي جابونيز يا سوبرا يا ميتشي بيتشي لانسر ايفولوشن اللي ما خذتش برشا قيمتها اللي هو لوهان الكادو الكميتشي بيتشي الحمراء فهمت بالرسمي جي دي ام عنده ريق وعنده علاش قدر كرهبة ضربة صغيرة بهذه عزيز ضربة صغيرة بلو 46 في فيزا ما قعدلناش برشا قعدلنا ثلاثة دقائق هذيك عليه واضح اوكي مالا اسمعني خلينا في البي امات خلينا في البي امات خلينا في البي امات خلينا عرق تونسي خويا ما نبعدوش على تبعاتنا انا باش نرجع للجبل خويا باش يرجع فوالا ايفيكتيمون باش يرجع للكولتور جابونيز هو كتب تاريخ تبارك الله ليه بالرسمي خاطر شبابنا هما الكل عندي يعني بالرسمي فوالا حاول بعد الكورسور سي بون الكورسور تنحى يلا اخوان اخوان في جبل بنفس الكرهبه نتاع الوليد بكري مالك مجري ومروان دريدي وعرفتي الزغليمي يلا اعطينا خويا ورينا اش فهم باش بعد الميكرو واخد ميساج بعد الميكرو اما ما تحكيش ولا كان نجمو نسمعوا الصوت نتاع الجو صوت الكهرباء فوالا بارفي يمينتي يا سايبو يا ولدي في الجبل راهو كان يطيح يطيح اش مد مايك اغسل له كيف مش انا معناتها شباب اللي تابعوا فينا في البينك تايح نجمو تلتحقوا بينا الكل منصر 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 لا ما نحكيوش العباد اللي قاعدين يتابعوا فينا كان يحبوا يجربوا خويا الكيت هذايا او اخوان مازال ساهر معانا الليله يجيو يلتحقوا بينا في بلاتو بيتي ولا تخمر اخوان فرقها الصباح يعني صحيح شو نبيتوا في الراديو اي ما هربتش برشا لا تبارك الله عليه بالله اللي وينتيها عاود هذيك قاعدين نشوفوا في بيرفورمانس كبيره ياسر من عند خوان تبارك الله عليه سي ان بروفيسيونيل نتاع اللعبه هذه ان ستريمر في البلاتفورم العربيه نيمو تي في الاختصاص نتاعو فورزا هورايزن 5 جي تي ار بي وهنا نراو في بيرفورمانس كما قلت بكري كبيره ومزيانه برشا من عند خوان الوليد عينيهم يلمعوا الوليد عينيهم يلمعوا بالنجوم خاطر خليني نقول اللي المنظر هذا عندنا برشا ما رينيهوش بالحق معناها ملك منصر ما يفكركش في بايك سبيك الجبل هذا كنت كلي يعمل لك على الشمس عرفت فوالا شباب بي لوتون خليوه اخوان احنا الوقت ما عادش عندنا برشا وقت باش نجم نعطيكم كلمه الختام كل واحد احنا هكا خلطنا لاخر موعدنا لليوم في البينك تاي نشكر الناس الكل اللي تفاعلت معنا وكانت في المتابعه على الراديو لون ستريمينغ على باج فيسبوك نتاعنا راديو اف ام وميديا تالنت هاب نشكر ضيوفنا اللي كانوا حاضرين معنا مالك فيسع فيسع كلمه الختام والله باش نقول حاجه برك اللي راهي تو لي جي تي كذا قاعدين معناها حتى برا اللي معناها لي بيلوت بروفيسيونيل راهم يترينيو بها بالرسمي جماعه الفورميلا جماعه الدريفت معناها ماهيش لا جوست لعبه كهوره حاجه ريال على الاخر وان شاء الله تمشي برك الكولتور نتاعها برشا في تونس ان شاء الله ان شاء الله مروي نشكرك فرات على الانفيتاسيون مرحبا بك يا سيدي عملنا جو الجو هذا يظهر لي باش نبيع البيع من نشراه ولي نلعب في الدار وانا راكش اختارنا من المشاكل تاع الفيديراسيون وكل شيء واحد راكش في الدار على روحه خير منصر
نقص الريحه نتاع لو تانول نقص الريحه نتاع لي تانول ونتاع لي بنو نتاع لي بنو نتاع لي بنو ما تسمع اللعب راه ما نجمش نقول ما تنجمش تعاود تنجمش تقبل رسمي حاجه باش نعاودوها في ابريد تجيبوا سيميليتور نعاودوها في ابريد نعاودوها في ابريد ونعملوا طريحه هكا منا ومن ملكي برافو الوليد او نقعد انا الوحيد اللي قلبت الكرهبة فهمني ما بينكم لينا بتاع رالي راني والوحيد اللي عملت 360 عملت زيرو خويا انا الوحيد اللي ما ضربتش الكرهبة انا الحاجه الوحيده اللي حاب نقولها اللي بالرسمي تشرفت معرفت الكل وفرحان على الاخر على خاطر بالرسمي دومين الميكانيك اللي انا الوحيد نحس روحي ستريمر اللي ريسكا في دومين اللعب دخل الميكانيك ونحكي معناه بكولتور تاع ميكانيك وساعات نوصل نقعد حتى مع تشاتي نحكي كنت كرهب فهمت ونتفرجوا كذا ونوريهم الرياكت على الكراب وكذا وحاجه تفرحني اللي قاعده تكبر كوميونيتي هذايا واللي يفهم اللي هو راهو سبور بالرسمي ماهوش معناها جوست تلعب بالكرهبه وتفادلك بالكرهبه اللي راهو سبور وفيه معناها ادرينالين وفيه بالرسمي حاجات فيه فلوس وفيه خدمه فهمت بالرسمي معناها حاجه بيع على الاخر ونعاود مره اخرى فرحان بالناس كل فرحان اللي عجبتهم اللعبه فرحان اللي معناها بالرسمي راهو اللعبه بالحق ريال ومعناها امنوا بها خلينا العباد اللي تبعوا فينا لي جون اللي تبعوا فينا ينجموا يحلموا زيد نشكر الكرونيكور نتاعنا في سكوند جست نحب نشكر السادة الضيوف اللي كانوا حاضرين بالحق كونسيبت تحفون على الاخر عرفتوا اليوم تحية لبابا وامي كالعادة واخوتي ونحب نشكر الجروب متاعي في القراية البروز تيم دحا ومحمد علي وخالي البخ وسليم بوب زلة وبالرسمي نحب نشكرهم على الاخر معاهم سولميكس خاطر بالحق وصلوني ما بيش نجمت نحضر اليوم كان ما هما والله تحيه لهم نسكل تحيه لي كنتي زاده باتاتا البيك بوي فرات حميد رفقكم وميكرو امير في الاخراج تحيه ليه ايمان جدي كيف كيف في الاخراج الرقمي مختلف فقراتنا تنجموا تعادوا تتفرجوا فيهم على باج فيسبوك نتاعنا راديو اي اف ام وميديا تالنتس هب موعدنا الجمعه الجايه ان شاء الله مع البينك تاح كيف كيف لقيت هذا من 9 حتى لل 11 نتاع الليل نخليكم مع الاخبار مع هيفا تويت ما بقى لي كنقول لكم شباب good game and good night peace